يعتبر موسم قطاف الزيتون من المواسم اللي بتحمل فيها دائما الخير والبركة، واليوم نحن موجودين بمدرسة وقع عليها الاختيار لحتى تحتفل باليوم الوطني لموسم قطاف الزيتون بتعاون مع وزارة التربية ووزارة الزراعة. خليكم معنا لحتى نتعرف أكثر على هذا اليوم اللي بيجي كل مرة من أول من تشرين الثاني. دائما في وزارة الزراعة نستبشر خيرا بشجرة الزيتون، فلذلك نبدأ موسمنا موسم الزيتون. نحن اليوم في بداية حملة قطاف الزيتون، وهذا اليوم هو يوم وطني وحملة وطنية تتضافر فيها الجهود جميعا من أجل أن يكون هناك دعما معنويا لمزارعنا في هذا القطاع، والذي حقق نجاحات باهرة وقصة نجاح في قطاع الزيتون. نحن اليوم مع أبنائنا الطلاب من مدرسة أم حذيفة لنغرس الثوابت الوطنية تجاه هذا القطاع، ولنعبر لهم أنهم هم عماد الوطن وعدته وصناع قراره. ونحن واقفون اليوم مع مزارعنا الذي عبر أثير تلفزيونكو نوجه لهم التحية البالغة، لأنهم هم لبنة هذا القطاع وهم الأساس في هذا القطاع. وأعيد وأكرر، رغم ما يتعرضون له من شح في المورد وقساوة الطبيعة وقلة الإمكانات، إلا أنهم ثابتون في بقطاعهم ووطنهم لإيمانهم بأن زراعة الأرض وحراثتها هو واجب وطني ومن الثوابت الوطني، والذي دائما تدعمه قيادتنا الحكيمة سيدي صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله. في هذا اليوم إطلاق حملة قطاف الزيتون بالتعاون مع وزارة الزراعة ووزارة البيئة، وبتشارك في هذا اليوم الوطني جميع مدارس وزارة التربية والتعليم. وبالتأكيد يعني تم اتخاذ برامج، تم عمل برامج لجميع المدارس، وتم مراعاة طبعا اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية يعني راعي فيها سلامة الطلبة. كان هذا الموسم في القديم هو من المواسم الجميلة في الأردن واللي له طقوسه وله تراويده، فإحنا الآن بحاجة إلى الرجوع إلى هاي العادات والتقاليد، وذلك لتخفيض من تكلفة العمالة. بدنا نرجع للعمالة الأسرية والناس تعاون بعض.